هذا جيس ثاني يبان شباب، شارطنط ميتاليك جيس ميكست، فيه طول حوالي 200 متر، يقع فوق جسر فوق واد لا أعرف اسمه. المهم جسر هذا شاهد، جسر هذا إذن هذا هو الجسر. إذن هذا هو الجسر فوق الوادي البردي اللي يأتي من جبال بابور من هنا. إذن هذا هو الجسر تاع مروحة فوق وادي البردي الذي يأتي من جبال البابور هنا المنطقة هذه. هذا هما جبال البابور، وهذا إذن سد مروحة إذن اللي يظهر فارغ، وهذا الجسر الثاني فوق الواد اللي يصب في السد هذا، السد تاع مروحة. إذن وهنا عندنا سلسلة جبال البابور اللي ماشي بعيدة عن المكان هذا.